طلبنا من الأستاذ هاناوكا وهو بروفيسور في جامعة تاكوشوكو حاليا وصحفي سابق في صحيفة سانكي أن يقدم لنا حديثا صريحا وغير رسمي. تفضل يا أستاذ هاناوكا وشكرا. أنا اسمي هاناوكا، شكرا جزيلا على دعوتكم لي ومنحي هذه الفرصة الثمينة. إذا سئلت بشكل مباشر هل سيحصل تغيير في السلطة؟ لا بد أن أقول لا، للأسف لن يحصل، على الأقل حاليا برأيي. وإذا وقع هذا التغيير في السلطة فسيكون أول تغيير جذري في اليابان. في السابق كان هناك بعض التغييرات الجزئية البسيطة في السلطة، ولكن التغيير في السلطة والذي كان متوقعا حصوله منذ حوالي شهرين كان سيكون أول تغيير جذري من نوعه في اليابان. ولكن وللأسف انقلب الوضع، لذلك من الممكن أن يقال أن السيد أسو محظوظ جدا ولا يوجد رئيس وزراء أكثر حظا منه. قبل الآن نادرا ما وجدت حكومة يابانية حاولت تمرير ثلاث موازنات ضخمة لهذه الدرجة دفعة واحدة. من الغريب أن يقال أن سياسة السيد أسو متذبذبة واتجاهها غير ثابت، فقط بدعوى أنه كل ليلة يرتاد البارات الفاخرة ويحتسي الكحول، ولأنه غير قادر على قراءة بعض محارف الكانجي المعقدة، فهذه أمور تافهة جدا تتسبب فقط في انخفاض شعبيته، وهي أمور تقريبا لا علاقة لها بصلب السياسة. ففي هذا العصر في اليابان كما في كل العالم أصبح التلفاز هو من يقرر اتجاه سياسة الحكومة. فمثلا عندما يقال في التلفاز أن أفعال السيد أسو مخزية فإن شعبيته بين المشاهدين سوف تتراجع. ومن وجهة نظري كخبير بالشؤون السياسية أرى أن السيد أسو أدهى وأقوى مما يظن ولا يهتم لمثل هذه الأمور التافهة، فهو مقارنة برؤساء الحكومات السابقين حازم ولا يكترث للأمور الصغيرة. ومن الواضح أنه شخص سياسي من الطراز الرفيع. وكما تعلمون فإن السيد أسو هو حفيد السيد شيغورو يوشيدا، أعظم رئيس وزراء ياباني. لذلك أنا أعتقد أن مورثاته سوف تتكلم وحدها. لم يعد الحزب الديمقراطي المعارض يطالب بالحل المبكر لمجلس النواب، بل أصبح يريد وقتا أطول أملا باستعادة شعبيته. وإذا أردت أن أعطي توقعا جريئا فيمكنني القول أنه سيتم حل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات عامة في الصيف القادم. طبعا احتمال الحل المبكر لمجلس النواب ما زال مطروحا في حال ارتأى السيد أسو أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم سيفوز، ولكن نظرا لظروف كل من الحزب الديمقراطي الحر الحاكم
والحزب الديمقراطي المعارض فإن تفكيرهما حاليا متفق على التأجيل، وهذا أمر غريب. بالنسبة للسيد أسو، هذا الأمر يحمل مخاطرة ثانية، فهو مؤخرا بدأ يستعيد شعبيته شيئا فشيئا، وفي الوقت الحاضر وصلت إلى 30%، وهذا أمر إيجابي في حال استمرت بالارتفاع بهذه السرعة والقوة. من ناحية أخرى، فإنه من المحتمل استقالة السيد أوزاوا من رئاسة الحزب الديمقراطي المعارض وقدوم شخص آخر إلى رئاسة الحزب، وأتوقع أن يكون السيد كاتسويا أوكادا. في المشهد الحالي يبدو السيد أسو في مواجهة السيد أوزاوا، ولكن لا يمكنني الجزم بأن هذا المشهد لن يتغير بين لحظة وأخرى إلى مشهد يبدو فيه السيد ماسوزوي وزير الصحة الحالي في مواجهة السيد أوكادا في آخر الصيف القادم. في حال تحقيق الحزب الديمقراطي المعارض لنتيجة مقبولة في الانتخابات القادمة، فإن الفضل في فوزه سيعود لمؤازرة كل من الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والشيوعي، مما يعني أن الحكومة سوف تكون تحت تأثير قوي من القوى الاشتراكية. بناء على ما تقدم، فإن الاحتمال الآخر لنتيجة الانتخابات هو تشكيل ائتلاف حكومي واسع. فقبل سنتين اتفق رئيس الوزراء في ذلك الوقت السيد فوكودا مع السيد أوزاوا على تشكيل حكومة ائتلافية، وكان شكل هذه الحكومة جاهزا تماما كالتالي: السيد أوزاوا نائبا لرئيس الوزراء بالإضافة لستة وزراء من الحزب الديمقراطي المعارض. ولكن عندما عاد السيد أوزاوا إلى قيادات الحزب بهذا الاقتراح ووجه بمعارضة صارخة، وفي النهاية تم سحق المخطط، ولكن فكرة تشكيل حكومة ائتلافية ما زالت تنبض بالحياة.